أستاذة هدى. أستاذة هدى، أستاذة هدى، ألو ألو يا أستاذة هدى، اتفضلي. إزيك فضيلة الشيخ، عامل إيه؟ نعم وفضل، الحمد لله. طالبة منك تدعيلي أنا وأمي وأخواتي، ربنا يسعدنا ويبعد عنا أي حاجة وحشة يا رب، ويبعد عنا المرض الوحش. حاضر، وإن شاء الله يحفظكم ويوسع عليكم، وإن شاء الله يجعلكم في خير حال. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. انا ليا بس سؤال بعد اذن حضرتك. في صديقه ليا اتوفت من كام يوم، وكانت عامله فيا جميله من حوالي كام سنه، وما كانتش راضيه تاخد مني، يعني كانت دافعه لي مثلا زي مثلا فاتوره تليفون، ومش راضيه تاخد مني المبلغ. فهي عندها ولدين، والولدين واحد في المعاش، يعني بياخد معاشها دلوقتي ومعاش بابا، والتاني في الجيش. فانا يعني لما رحت لقيت الظروف مش تسمح، عايزه ارجع لهم الفلوس ديت. هل اقسم المبلغ ده على الولدين، ولا ادي الولد اللي ما بي... اللي مش في المعاش؟ طيب انا هجاوب على حضرتك. في اسئله تانية يا استاذه هدى؟ ده حاجه تانية. في حاجه تانية من زمان قوي يا فضيله الشيخ، بس ما تضحكش عليا بالله عليك او تزعل. كان انا لا بقى انا ما بضحكش ما بضحكش وما بزعلش، يعني ما عشان اعرف حضرتك يعني برضو يعني بتاع ربنا يعني، وبنتعلم منك كل شيء خالص يعني. يا فندم اتفضلي. زمان قوي قوي واحد كان قايل لخالتي البنت دي عليها حاجه مش هتسيبها الا لما تكبر. وانا كل سنه يعني عايزه اقول لك في النازل، مش في الطالع للاسف يعني. وانا الحمد لله يعني شغاله ومتعلمه وبعمل دراسات عليا، ومفيش حاجه ناقصاني الحمد لله. بس فعلا انا متجوزه؟ يعني لا للاسف. اتفضلي. فكلامه في دماغي، اتصلت عليه من فتره، بس هو عيبه لما اجي اتكلم. ليه طيب؟ مع ليه اتصلت عليه من فتره؟ مش عارفه، عشان عايز اعرف ايه الحاجه دي. ولما انت عارف ان انا عندي حاجه، ليه انت ما عالجتنيش؟ يعني لما انت بايديك ان انت زي الدكتور كده ما بنروح له يدينا علاج، ما خفيناش. لا هو مش زي الدكتور، ان جيت الحق ان جيت الحق يا ست هدى. لا هو مش زي الدكتور. ما انا عارفه، بس انا مش عارفه. انا اتصلت عليه وعايز اقول لك يعني شديت معاه بصراحه، لدرجة قلت له لو انت في ايديك ان انت تعالجني، وعارف ان انا كده ربنا انت عليك ربنا مش هيسيبك لغاية يوم الدين، وانا مش مسامحاك. طيب بصراحة انت عارفة يستاهل. عارفة يستاهل ليه؟ عشان ده جزاء النصابين. تعالي اقول لك بقى حاجة، تعالي اقول لك يا استاذة هدى. الاول خالص بنقول لي طب ادعي لي بالله عليك والنبي حاجة. حاضر، ما انا دعيت لك. انا اول حاجة دعيت لك بساعة الرزق، ساعة الرزق، عشان دعيت لك بالزوج الصالح. انا قلت لك انا لما دعيت لك بساعة الرزق كنت داعي لك بالزوج الصالح. تعالي بقى نشوف اسئلتك. خلاص وهدعي لك ان شاء الله. استاذه صديقتك اللي توفيت دي، هي خلاص كانت متبرعه، يعني كانت الفلوس اللي اديتها لك دي هي اعتبرتها هديه. فاللي انت هتدفعيه ده مش دين. اللي انت هتدفعيه وتديه لاولادها ده مش دين، ده صدقه. صدقه يعني ايه؟ هديه. الهديه برضو صدقه. فانت هتديها لاولادها، ادي لهم زي ما انت عايزه بقى. عايزه تساوي بينهم ساوي بينهم، عايزه تدي لواحد اكتر من التاني، انت حره، لان دي صدقه مش سداد دين، ده مش تركه ومش ميراث. هي كانت متبرعه بالمال اللي اديتهولك، والمال ده ما اصبحش دين عليكي ولا حاجه، لكن هو وفاء لجميله، وفاء لجميلها، انت هتدي لها هتدي لاولادها هديه، والهديه دي توزعيها زي ما انت عايزه. السؤال بقى بتاع صاحبنا اللي قالك من زمان انت عليكي حاجه ومش هتروح، هذا الكلام كذب. انت في حفظ الله، في عون الله. واكم من بنات عندهم نفس الحال اللي حضرتك عنده ده. مش معقوله يعني ان ابليس والجن والعفاريت سايبين كل الناس ومركزين بس مع المسلمين. الامر المهم كمان، انت ليه بتقولي ان الحاجه دي لو ما اتحققتش يبقى انت فيكي حاجه ناقصاكي؟ رزقك هيوصلك. ان الذي كتب الرزق هو كتب الرزق وهو اللطيف، وهو كتب على نفسه الرحمه. فالحال اللي انت فيها دي حال رحمه، حال لطف. فما تقعديش تكدري حياتك وتفسدي حياتك بان انت ناقصني حاجه ناقصني حاجه ناقصني حاجه. ابدا. لو ان الحاجه دي فيها خيرك اكيد كانت سبقت الى حياتك من تفكيرك، لأن الله لطيف بعبادي. وعشان كده هوني على نفسك. كل اللي أنا بنصحك بيه إن أنت تدعي ربنا وتقولي يا رب أسألك وأنت الكريم وأنت الودود وأنت الرحيم أن ترزقني رزقا به يسعد قلبي وأتعلق
فيه برحمتك وبجودك وبكرمك. اللهم أكرمني بكل شيء يسعدني، ولا تمنع عني شيئا يسعد عبدا من عبادك إلا وأعطيتني إياه. يا رب ربنا يحقق لك مناكي، وإن شاء الله تكوني في صحة وسعادة إن شاء الله، ويوسع عليك عن قريب إن شاء الله.